فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يقول ما معنى أو ما تفسير هذه الآية؟ معناها أن الأعراب، الأعراب عندهم جهل معروف، أهل البادية، قالوا آمنا، ادعوا الإيمان وهم حديث عهد بالإسلام، قولوا أسلمنا، أسلمنا. الإسلام أول شيء، ثم بعده فوقه الإيمان، ثم فوق الإيمان الإحسان. فالإيمان درجات، أولا الإيمان بالله عز وجل، ثم الإحسان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قالت الأعراب آمنا، أولا الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، ثلاث درجات: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فلا، الأعراب ادعوا درجة لم يصلوا إليها، ولكن الله بشرهم بقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما، ولما تفيد أنه سيدخل فيما بعد. نعم.